أهلا فيكم وأهلا معكم بحلقة جديدة من برنامج كل لك، كلنا لك يا مريم، كلنا لك يا مريم. أختي أكيد أنتم بتعرفوا كل حلقة وبسياق كل حلقة عم نجرب هيك قد ما فينا يكون معنا ضيوفنا المميزين، ضيوفنا اللي بيقدروا يوصلونا هل يقربونا فشخة على طول تجاه يسوع. جمعة الماضي شفنا هالشادة الحلوة من خينا بشير كيف كان خلينا نقول بعالم الظلام، كيف قدر بنعمة الله كيف صار يطلع ندفة ندفة، كيف صار معه هالعجيبة خلينا نقولها، قدر يطلع من عالم الظلام لرجع لعالم يسوع. وشغلي منا هيني إنسان يكون هالقد بحالة مثل ما بقول ميؤوس منها، بحالة إنسان وصل للانتحار، كيف بنعمة خاصة بوقت يمكن هالإنسان بده علاج لسنين وسنين وسنين ليقدر يطلع من هالمشكلة، كيف بنعمة خاصة مثل ما بقولوا شوكة وانقبعت وتحول هالإنسان من مكان إلى مكان آخر، من مكان الظلمة إلى مكان يسوع. إذن هيدي النعمة وهيدا إيماننا نحن وهيدا رجينا. وبدي لكم شغلة كتير مهمة، أنه نحن أوقات بالنسبة لنا في أمور كتير بيعجز العقل عنه يفهمها، وبيعجز الفكر عنه يفهمنا، وبيعجز نحن عاد خليني أقول كل إنسان، يعني مثل ما خبرنا هالقصة عن هالقديس أنه عم يجرب يفهم الله كعب الآخر أنه كيف هي وكيف هي، وضل هالأسئلة. بالآخر ظهر له هالملاك، شاف ملاك قدامه عم يجرب يعبي هيك هالكباية صغيرة، قال له شو عم تعمل؟ قال له عم جرب حط هالبحر بقلب هالكباية. قال له عم جرب تحط هالبحر كيف بدك تحط، كيف بده يساع؟ قال له هيك انت عم تعمل، عم جرب تحط الله بفكرك وعم جرب تفهم. إذن نحن في أمور كتير بالنسبة لنا ما بنقدر نفهمها، وفي أمور كتير صعبة على الإنسان وصعبة على الفكر البشري يقدر يستوعبها. وشفنا بعرس كانا الجليل لما راحت مريم لعند الخدم قالت له افعلوا ما يقوله لكم، كل شيء عم بيقولكم يعملوه، لأنه انتوا اللي راح يقولكم اياه، خلص ما تفكروا اعملوا، لانه شو ما راح يقولكم انتوا ما راح تقدروا تستوعبوا هو شو عم بيقولكم، اعملوا مثل ما عم بيقولكم. لانه هي بتعرف ابنها، بتعرف محبه ابنها، بتعرف عندها هالايمان الكبير، عندها هالتسليم الكلي، عندها لو ما هيك هي ما كانت ام الكل. وكمان اكيد لنضوي على الامور معنا، اكيد نحن بسير الحلقه رح يكون معنا الاباء ابونا بطرس وابونا طوني، هلا رح نتعرف عليهم اكثر واكثر، لنحكي كمان عن انجيل شفاء الابرص، لنحكي اكثر عن الصوم، نشوف يعني الصوم مثل ما حكينا جمعة الماضي، قلنا الصوم هو خليني أقول منه هالقد مهم بالحالة، يعني هو الوسيلة، هو أهميته أنه هو وسيلة منه أساس، بس هو الوسيلة اللي بتوصل ليسوع، مثل الصلاة هي وسيلة وهي غاية لتوصل ليسوع. يعني أنا إذا كنت عم صوم وما بعرف عقلي وين إيه، بس أنا عم صوم بالشكل من حيث الشكل وصومي، صومي ما له معنى، تكون عم تعمل رجيم. وإذا أنا كنت عم صوم من أجل خليني أقول خفف وزني، ما رح تاخد إلا تخفيف الوزن. بينما أنا إذا كنت عم صوم عم بقدم هالإيماتات أو عم صوم أو عم بعيش الفضيلة، إذا كنت عم بعيش الفضيلة من خلال الصوم ما رح أحصل إلا على الفضيلة، ما رح أحصل على لو شقفة صغيرة يمكن من الفضيلة. إذا أنا عم صول كرمال يسوع كمان رح أقرب لعند يسوع. فإذا شو الغاية من هالشغلة اللي أنا عم بعملها؟ شو النية من هالشغلة اللي أنا عم بعملها؟ ومثل ما أكيد مثل ما بنسمع كتير، وفي عالم كتير للأسف عم تتحجج، أنا على سمعي عم بسمعهم، يعني أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أكيد، بس مش يعني هيدي أنه إذا مش بالخبز نحن بنحيا يعني ما لازم نصوم. هيدي الخبرية اللي نكملها، أنه ليس بالخبز وحده هي بالنسبة لي ورأيي الناقص، أنه الخبز يعني أنا ما فيي، بعدنا عم نقول هلأ ما فيي أنا أكون عم صوم لحتى مجرد صوم، بس أنه أنا صمت عن الأكل وبعدني مثل ما أنا الإنسان اللي كنت من 50 سنة ومن 20 سنة ومن 30 سنة، يعني بعدني أنا هالإنسان واقف محلي هون صرت هذا. إيه أكيد الخبز ما رح يعمل شيء إذا أكلته ولا وقفته هي ذاتها، بس الصوم، الامتناع، الإماتة بتخليني حس بخيي، بتخليني حس بالآخر. أنا إذا ما كنت عم جوع، إذا ما كنت جوعان ما بعرف الإنسان الجوعان شو عم بيعمل. أنا إذا ما كنت عم بعيش يعني هو إيماتات كل إنسان بيلاقي الإيمات اللي هو بده إياها. إذا أنا ما كنت عم شفت حالي قلبي محجر أو قلبي قاسي، ما عم بعيش فضيلة المحبة، ما عم بعيش فضيلة التسامح بقلبي، ما فيي أقدر حب غيري. هيدي أهمية الصوم. الصوم إذا بدكم هو الجانح الثاني للصلاة ليقدر يوصلنا للسماء.
هيدا الصوم هالقد اهميته. يعني انا مثل ما قلنا بنختار فضيله اللي بعد ما بلش بالصوم، بعد عنا نقدر يعني كل حياتنا قدامنا مفتوحه لهالمواضيع. يعني انا لازم بهالفتره فتره زمن الصوم لاقي فضيله، لاقي احط غايه، احط هدف قدامي. يعني انا يمكن عندي رده فعل قويه، يمكن انا بغضب، انسان غضوب، شو بعرفني بغضب، بعمل رده فعل باذي غيري. في يمكن نحن انا بغضب بس الغضب يمكن اعمل رده فعل، كانسان بعمل رده فعل، بس رده فعل لما توصل لدرجه الغضب وبلش اذي، هون صارت خطيه. فاذا علي انا كانسان انتبه من رده الفعل، اذا عم تتخطى رده الفعل، عم توصل لاذى، بدي اطلب النعمه، بدي اعيش الفضيله، بلش خفف غضبي. اذا انا شو بعرفني عندي حب لشيء معين، حب شيء ارضي، او عندي خلينا نقول ما بعرف بخل، التجي لمرمرو مثل ما قلنا احد الاباء مره، انه مرمرو عنده بيعطي نعمه لكل شخص بخيل، بيعطيه نعمه انه فيك بخله. هيك ابونا طوني هلا بخبرنا اكثر، موجود معنا بالاستوديو كمان. اذا علينا نحن، بس بدي لكم شغله، انا كانسان بدي اعيش، بحط القرار قدامي، بقول يا رب اعطيني القدره لاعمل هالشغله. هي شغله كثير مهمه. انا كانسان اذا حابب اعيش هالفضيله مثل ما كانوا يعملوا علينا، نتشبه بالقديسين، كل انسان بده نعمه كبيره، وهيدا رايي، بده يروح لعند العذراء، بده يقول لها يا عذراء اعطيني النعمه، بده يروح لعندها للعذراء، بده يتواضع ويقول اعطيني النعمه لحتى اقدر اعيش هالفضيله. هي مثل ما بيقولوا ما عشت فضيله وحده، عشت كل الفضائل، والفضائل كلهم كانت ساميه فيهم. فاذا هي تلميذي الاولى كانت ليسوع، هي قادره من خلالها نحن نتعلم كيف هي تقربت من يسوع، كيف هي حبت يسوع، لحتى نمشي على خطى مريم تجاه يسوع. حبيت هيك بس بهالمقدمة الصغيرة لحتى نرجع نجدد من جديد، نرجع ننتبه لحالنا، ننتبه ليومية، ننتبه إذا بدكم لحياتنا الروحية. وفي حدا بعد أحد الكهنة أعطاني فكرة كتير كبيرة لما كنت بوقت أنا هيك مثل مهموم، حابب أن أقول لكم إياها، مهموم وهمي أكبر مني، وهمي أكل قلبي وأكل فكري وأكل، يعني ما في لحظة أكون قاعد عم صلي فيها إذا بدكم، بوقت الصلاة، بوقت الشغل، بوقت الأكل أنا عم باكل إلا مهمة على طول معي. فهيك نورني على شغلة كتير حلوة وكتير قوية، أنه قال لي وينك من الله بهاللحظة؟ أنت يا إنسان هلأ اليوم رح نشوف آية كتير حلوة، كيف علاقتنا بالله هي علاقة الصلاة اللي عم نعملها، هي الصلة، هي علاقة محبة، علاقة اتصال، عم نتصل بالله، يعني عم نتحد بالله. قد ايه انا اتحادي بالوقت اللي عم خصصه لله، قد ايه عم يكون اتحادي كبير ولا صغير؟ عم كون 100% متحد معه، عم طفي كل الأضوية، عم تكفي كل ضوضاء، يعني خليني أضوية العالم، خليني أقول لكون أنا متحد مع الله. يعني الشر ما في أزكى منه، عم بفوت لنا هالهم بقلوبنا وهالتعب بعقولنا، وعم بحط لنا هدف أنه انتبه وبدك تركض يا إنسان، وبدك تضلك تركض، عمرنا عم بيقطع، كل شيء بيتعوض بهالحياة إلا العمر. إذا عم نمر أيام من قدامنا وعم نخسر هيك، عم نخسر أنه وقت ما عم نكون في عنا اتحاد مع الله. شو ما كان عنا هم، وقت اتحادنا بالله بدنا نشيل كل شيء. واحد بس يكون قاعد مع حبيبته خليني أقول، أو مع خطيبته، ما بيحب حدا يزعجه، هيك بده يكون عنا. إذا ما عنا هالمحبة وهالعلاقة مع الله، بدنا نطلب من العذراء النعمة، أعطينا يا عذراء، مثل ما أنت بيقولوا عنك القديسين، لما كنت تكوني نايمة قلبك سهران مع الله، أو غفيانة هيك هالقيلولة قلبك سهران يكون مع الله، أعطيني هالنعمة أنا أحب الله مثل ما هيك أنت كنت تحبي الله. أنا رح أتوقف أكيد هلأ، نتوقف لترتيلة قصيرة، من بعدها منتابع مع الأباء، فخليكم معنا. إذا نرجعكم لحتى نتابع معكم كل لكي بفقرتنا، أكيد اليوم رح نحكي عن شفاء الأبرص، ورح نحكي عن الصوم مع الأباء. الله معكم، كيفك أبونا بطرس؟ نشكر الله. رح أحبك خليكم تبلشوا تعرفوا عن حالكم أنتوا أكثر، هيك أبونا طوني تفضل. الأبونا طوني الحلو خوري أبرشي، تابع أبرشية صيدا المارونية، كاهن متزوج، عندي 4 أولاد، صار لي 10 سنين خوري بنعمة ربنا، وصديق قديم لدوري وأبونا بطرس كمان صديقي من أيام الإكليريكية، وبنعمة ربنا نحن موجودين هون اليوم لنحكي عن الصوم
ونتناقش بإنجيل بكرة لنقدر بالفعل يكون عنا هالجمعة اللي ما نستعد فيها لا أحد جديد، نقدر نعيشها بطريقة صحيحة مع نعم جديدة من كلمة ربنا الحية دائما. أكيد. أبونا بطرس الخوري بطرس الهاشم كمان بأبرشيد صيدا المارونية، خوري رعيتين بأبرشيد صيدا مر أنطونيوس الفوارة وسيدة المعونات المختارة، وصديق أبونا طوني من 16 سنة. شو حلو. وهيك حبينا نكون عم نتشارك مع بعضنا بزمن الصوم بهالحلقة الحلوة، نكون عم نقدم حالنا لمريم كمان. والله يباركك على الهمة اللي عم تعملها يا دوري. مشكور العذرة، احنا مقصرين، هيدي نحن مثل ما بقولوا طول العمر قد ما نعطي للعذرة بنضلنا مش عم نوفي شو بقولوا ولا غبرة من اللي عملته اكيد مع كل واحد منا. يعني مريم ابونا بتحب تفضل نبلش بالانجيل نقرا نص الانجيل اكيد كل العالم بيقدروا يتابعونا ويشاركونا كمان نفس الموضوع. اكيد. اقرأ من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان قفر وأخذ يصلي هناك، وسعى في إثره سمعان والذين معه ووجدوه فقالوا له الجميع يطلبونك. فقال لهم لنذهب إلى مكان آخر إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا فإني لهذا خرجت. وسار في كل الجليل وهو يكرز في مجامعهم ويطرد الشياطين. وأتاه أبرص يتوسل إليه فجثى وقال له إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له قد شئت فطهر. وفي الحال زال عنه البرص فطهر. فانتهره يسوع وصرفه حالا وقال له انظر لا تخبر أحدا بشيء، بل اذهب وأري نفسك للكاهن وقدم عن طهرك ما أمر به موسى شهادة لهم. أما هو فخرج وبدأ ينادي بأعلى صوته ويذيع الخبر حتى أن يسوع لم يعد قادرا أن يدخل إلى مدينة علانية، بل كان يقيم في الخارج في أماكن مكفرة، وكان الناس يأتون إليه من كل مكان. المجد لك يا رب. المجد لك. المجد لك. أبونا إذا بناخذ أول آية برأيك هيك في عدة معاني. الرب على طول بيقوم قبل طلوع الفجر إلى مكان كفر، بدك تشرح لنا شوي يمكن شو المكان الكفر، وذهب إلى ليصلي هناك. أول سؤال، يسوع على طول بشوفه عم يعمل أفعال إنه مش بحاجة يمكن هو يعملها، يعني مثلا راح يصلي راح إنه برأيه راح يصوم، إنه بحاجة للصوم بحاجة للصلاة يسوع. أول شيء ليش عم بيروح يصلي؟ إذا بدنا نبلش بهالإنجيل اللي بعتبره أنه فيه بدء مميز جدا، وكأنه يسوع عم بيكون مربي لكل إنسان حابب يلحق كلمته، وكأنه عم بيقول لي أنه أنت قبل طلوع الفجر كيف عم تبلش نهارك، كيف عم تبدأ بنهارك، شو عم تحب تعمل كأول نقطة بنهارك. هل عم تعمل مثلي عم تروح تصلي عم ترجع لذاتك عم تعيش هالبعد هيك الهدوء الصمت لحتى نهارك يكون في سلام مثل ما بتطلب، وإلا إذا أنت عم تبلش نهارك بالضجيج وبالصخب وكذا ما تقول ساعتها ليه نهاري طلع هيك عجيب. بس تبلش نهارك قبل طلوع الفجر تسلمه للرب وتكون قاعد هالقعدة الشخصية مثل ما بيقولوا، تكون هالقعدة الأنتيم مع الرب، ساعتها الرب ما فيه إلا ما يلمس لك قلبك ويعطيك هالسلام وهالهدوء، لأنه أنت أصلا بلشت نهارك بالصلاة وبالسلام وبالهدوء. ونحن بنعرف أنه ثمار الصلاة هي السلام والفرح والهدوء، فكيف إذا مبلشين نهارنا هيك؟ فيسوع أنا بعتبره هو المربي الأول والمعلم الأول، وتلاميذه كانوا أحن هيك لقى بيقولوا لي يا معلم يا معلم، فعم بيعلمنا إن كان بيصومه وإن كان بصلاته إنه إذا بدكم تشبهوني أعملوا الأعمال اللي أنا كنت أعملها. أنا كنت صلي لبيي وكنت صوم لحتى أنت كمان إذا بدك تشبهني تصوم وتصلي. طيب. في شغلة كتير مهمة وفي شغلة كتير أساسية أنا عم بشي عيسى على الصعيد الشخصي بالنسبة للصلاة كصلاة. برأيك أبونا هالإنسان لما بده يصلي
كيف بده شو لازم يعمل ليكون عنده هال، خليني اقول الصلاه الصحيحه، لانه مثل ما بتعرف اوقات نحن منتوب بكون في عنا توبه، بس توبه مزيفه. انا عم بحكي عن على 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 حياتي انا، يعني اوقات بقول انا بدي توب بس تبقى توبتي مزيفه، لانه مرنا خليني اقول مرنا مربوطه باعمال بالروح القدس، باعمال الروح القدس تبقى يعني بتتوب يمكن يوم يومين برجع. انا هيك بسميها توبه مزيفه، لأن التوبه الحقيقيه هو الانسان بيقوم من، لو بضل يعمل اغلاط آه الله قادر يسامح، الله عنده هالرحمه يسامح كل اخطائنا، بس قومتنا ضعيفه هون كرم، حتى ما تكون صلاتنا ضعيفه، ما تكون صلاتنا اذا بدك مجرد كلام. كيف الانسان باي طريقه لازم يقدر يتحد مع الله؟ هالصلاة إلى درجات يا ترى ولا لا؟ ما بعرف. أول شيء الصلاة هي مثل ما بنعرفها كلنا صلة مع الرب، وهي مسيرة روحية. المسيرة مش من أول فشخة بتبلش أنت فيها وبتقول وصلت من هون. المسيرة مثل ما بيقولوا خطوة الألف ميل، مسيرة الألف ميل بتبلش بخطوة. والصلاة كمان هي طريق نحو الله، وهي علاقة كتير قوية مع الله. إذا أنت عم تبتدي بصلاتك شوي شوي بتحس حالك عم تنضج بالصلاة، عم تتخمر بالصلاة، عم تصير أنت أكتر من القلب للقلب. أحلى أحلى نوع صلاة هي بس يصير في حديث من القلب للقلب بينك وبين ربنا. أنا بس بدي استشهد بشغلة إلى ختيار عند خوري قارس بالكنيسة، ما بعرف إذا بتعرفها القصة. فات خوري قارس من بعد جهد جهيد يشتغل على رعيته، لقى ختيار قاعد قدام الإربان هيك مصمد قدام الإربان هيك صامت حاله وعم يتطلع ويضحك يتطلع ويضحك. قال له خوري قارس، قال له يا عم شو عم تعمل هون؟ قال له قاعد. قال له بس ليش عم تضحك؟ قال له شو بتقله للإربان؟ قال له ماشي بتطلع فيه وبتضحك له، بيتطلع فيه وبيضحك لي. وصل له العلاقة انه يشوف وجه يسوع بالإربان عم يضحك له. هي قوة الصلاة، انك توصل تحس انك عم تحكي مع شخص حاضر بحياتك، منه شخص وهم، شخص حقيقي إليه حق وملك بكل معنى الكلمة. بس انت تعترف فيه ملك على قلبك، بتفوت بهالعلاقة الشخصية والجوهرية معه. يعني حي الله الذي أنا واقف أمامه 100%. هذه بس نحن يعني نحن عنا ضعف، فعنا مشكلة بالصلاة ما منحس، لأنه بعدنا يعني مثل ما بيقولوا القديسين في صلاة لفظية، صلاة قلبية، صلاة عقلية. بعدنا بالصلاة اللفظية بنعلق كتير، لأنه ما عم نطلب النعمة مثل ما عم تقول لتوصل من القلب للقلب. يعني الإنسان عم بيذكر بالله. وذكرتنا على سيرة خوري قارس بجملة، كان بس يطلع إلى يوعظ يقعد، تعرفها، يقعد يصير يصرخ يصرخ على العالم، يقولوا له كم بقى تصرخ طوشنا شو بقى بدلك تصرخ. قالوا له لما تكون عم تصلي بنشوفك ما بيطلع صوتك، بس تكون عم توعظ صوتك بيوصل لآخر الضيعة، شو القصة؟ قال له لأنه اللي بصلي له بيسمع كتير منيح، بس اللي عم وضعهم طرشين ما عم يسمع. حلو كتير. طيب شيء آية كمان حضرتك قريتها هي وذهب سمعان في إثره، يعني مثل لما أحد هالمكان الكفر اللي هو مثل ما حضرتك قلت أنه بيدل نحن على ذاتنا، على علاقتنا مع الله اللي هي علاقة حب، عم بيرجع ننزوي. رجع لقينا سمعان ركض في إثره مثل كأنه عارف وين هو. يعني هون بترجعني شوي كمان لما نبشوا عليه يسوع ومريم، كانوا عم بنبشوا عليه يسوع هو بالهيكل، انه قال لهم انه طبيعي وين بدكم تلاقوني وين رح تلاقوني، انه نحن اوقات قدام نبش على يسوع بالمحل الغلط. هيدي هيك مزبوط. انا بس هيك بدي اوضح شغله، وما ننسى الآية اللي قالها يسوع، حيثما تطلبونني تجدونني. اليوم اذا نحن عم نطلب يسوع بحياتنا رح نلاقيه، بس إذا نحن ضايعين بأشياء كتير بحياتنا ومفكرين إنه نحن بدنا نلاقي يسوع بهالضياع كله اللي ضايعينه، ما أنت بدك تفتش على يسوع، لأن هو أصلاً عم يفتش عليك، هو ناطرك لحتى أنت تعمل هالمبادرة هالشي يعني هيك نحوه، وهو دغري بيجاوبك وبيعطيك من هون سمعان، لأنه كانت علاقته عم تقوى بيسوع. مثل بتحس فيه صار هالانسجام الروحي القوي كتير بينه وبين يسوع، بلاقيه
بيلاقيه وين هذا. ونحن كمان قديش في أشخاص مثلا منقول له بيكونوا ضايعين، بيكونوا يمكن حاسين بيأس بتقل، بيجوا بيقولوا لك ما عم لاقي يسوع. يمكن كل وحدة من الإنجيل أو يمكن قاعدة وحدة قدام الإربان يقول لك لقيت يسوع، حسيت بوجوده، أحو موجود بحياتي. فيمكن ناطر هالكلمة هالنظرة هال يمكن هالتطليع أنا صوبه تحت يلاقي يسوع. لأنه بتعرف إحنا مننبش على يسوع بالمحلات الغلط، يعني بصير أنطر علامة من هون شغلة من هون، مثل ما تقول ترزا فيلا، إذا عم تطلبوه عم تنبشوا عليه ما راح تلاقوه لأنه هو هون بقلبنا. نعيش يسوع لنقدر إن أبونا. بس بدي أنتقل عند أبونا طوني، أنا بدي من خلال تجربتك وخبرتك برأيك أنت كيف نلاقي يسوع؟ أنت إنسان كاهن مجوز عندك 4 أولاد، شو هالمسؤولية الكبيرة تكون كاهن ومجوز وأربع أولاد وبنفس الوقت عندك يمكن 2000-3000 ولد اللي هن أولاد رعيتك؟ أدال أنا بلاقيها كتير صعبة على صعيدي أنا، ما في هون وهون، بلاقيها شغلة مسؤولية كبيرة. كيف قدر هيك تجمع بين اثنين؟ هو يسوع بيعطي كل إنسان حاجته، فمن هون ربنا حط بين إيدي هالوزنات. وإذا بدي أرجع لأساس سؤالك، أنا إذا أنا بفتش على يسوع، أنا من الأشخاص اللي يسوع هو اللي إجا لعندهم واختبروا هاللقاء من وراء الضياع اللي يمكن كنت عاشه بحياتي. مش أنا اللي تعبت أبرم وركض وفتش على يسوع، يسوع هو اللي قاني على أحد مفارق حياتي. من هون نشأ هالعلاقة الشخصية وهالحب الاكتشاف بهالشخص العظيم يلي أساس حياتي. عندما بلشت بتعرفي لشخص يسوع المسيح، بلشت باكتشاف هالسر المحبة الكبير، وإذا بدك بقلب الغفران بحد ذاته. عندما لمست قديش كانت خطيتي كبيرة وقديش غفران الله لإلي كان أكبر وحبه لإلي كان أكبر من كل الخطايا اللي أنا كنت مفتكر بهالوهم اللي كان موجود براسي انه ما ممكن ربنا يحبني او يغفر لي. لقيت لا، انه حتى انا وعم بعيش ملء خطيتي الرب كان حملني وحاضر بحياتي. هالحضور وهالحب وهاللقاء الشخصي بالرب يسوع المسيح علمني عيش التسليم، علمني عيش الثقه. الله الحي يلي ركض وراي، يلي شالني من خطيتي، ثقتي فيه اكيد تنهز، ثقته في ثابتة، ولكن أنا ثقتي فيه مرات بتنهز بتضعف، ولكن برجع بقوم وبمشي. الوزنات يلي حطهم ربنا بين إيدي مش على طول بيكون عندي القوة إني أحملهم وأمشي فيهم، كان بعائلتي وإن كان برعيتي. أنا بخدم بضيعة اسمها ظهر المغارة بإقليم الخروب، أكيد بهالضيعة يلي رب اختارني نكون موجود لكون خدمة، بجرب عيش المحبة، بجرب عيش العطاء، بذل الذات مثل ما بعيشهم ببيتي، ولكن بالبين إيديك أنت بتجرب تعمل والرب هو اللي بكفي، يسوع هو اللي بكفي عملي. أنا ولا مرة رح أوصل كان ببيتي أو برعيتي أني أقدر عيش كمال العمل يلي بقوم فيه. أنا ببلش ببدأ بعيش المحبة، الحبة المجانية اللي رب أعطاني إياها بجرب عيشها برعيتي وببيتي، ولكن كمالها بالرب يسوع، بحضوره، بعطفه، بحنانه، بالغفران يلي عطاني إياه ويلي عيشني إياه ويلي بجرب عيشهم كان مع أولادي ومع زوجتي بالبيت أو مع أهل رعيتي. من هون أنا ببلش بالعمل، ولكن الرب هو اللي بكفي، ولا مرة أنا بقدر كفي عمله. حلو. هاي أنا هيك هلأ يعني أنا عن جد أعطيتني شغلة حلوة، أنه قديش نحن بلا الله بنكون شو بقولهم ناقصين، يعني بلا عمل الله بحياتنا على طول عملنا رح يكون ناقص. يعني نحن مثل واحد مثل العذراء لما حتى مجرد ما أنه إذا بدنا ندافع عن حالنا، إذا بنترك الله يدافع عنا حتى نحن يمكن ندافع عن حالنا هالقد، لما يجي الله بدافع عنا هالقد. ونفس الشيء بالعمل، يمكن انا اذا بدي اشتغل بقدر اشتغل حقيقة هالقد، بس لما يكون عم اشتغل من خلال الله او الله عم يشتغل فيي لحتى اوصل ما بتكون هالقد، تبقى اكبر بكثير. اكيد. خلينا ننتقل للآية اللي بعدها. بيقولوا راح نفوت مباشره الى لشفاء الابراص مباشره. انا بس بدي علق على شغله اذا بتسمع. أنا في شغلة كتير بحبها هي لنذهب إلى مكان آخر.
هالمكان الآخر اللي عند يسوع. هذا أنتوا كمان كأباء وكرهبان كمان موجه لكم قد ايش إلى المكان الآخر، نشوف كذا محل نخلص لنذهب إلى الضفة الأخرى، لنذهب إلى ما بعرف وين، نذهب إلى غير منطقة، نذهب هالمكان الآخر. بتحس يسوع بحالة عطول ترحال، ما بيقعد أنه بدنا نوصل، يلا بدنا نوصل. وهي بحياتنا نحن جامدة، أنا كإنسان علماني عم بحكي جامدة، ما عندي أهم الآخر، يعني عطول عنده الآخر شو بيه آخر، وصل له يسوع، وصلت له الكلمة، وصل له أكل، وصل له شرب، تلاقي عنده الآخر بحياته. ما بعرف نحن هيدا هيك، أنا كمان اليوم كنت عم تعمل فيها قدين نحن مقصرين تجاه الآخر، بس هيك حبيت ضوي عليها. حلو كتير. بعدين فيها بعض رسالة كتير كبير إلى مكان آخر، بيقول يسوع أن ابن الإنسان ليس لديه مكان يسند إليه رأسه، ليس لديه مكان يسند إليه رأسه. يعني إذا بدك تكون جاهز للرسالة بدك تضلك محضر أنه أنت يمكن اليوم هون بكرة في مطرح تاني أنت بحاجة لإلك أنك تبشر فيه، تعطي كلمة ربنا فيه. وهيك يسوع عم بيروح إلى المكان الآخر، إلى الشخص الآخر يلي أوقات بحسه مختلف عني، يلي بحسه بعيد عني، يلي بحسه يمكن ما بيتصرف مثلي. قديش هون يسوع بيسكب فيك من روحه تتقدر انت تكون عم توصل له هاليسوع يلي هو بحاجة لإله. وقديش عم بيصير بالعالم لدرجة انه عم بيقول كان يهرب من العالم. يعني تصور انت عندك يسوع بيناتنا وعم بي ويتركنا ويروح، يمكن بحس انه كان ضل على طول. شو بقوله نحن هلا بنشوف اكيد ابونا ناسيك، نطفة صغيرة بتلاقي بلشت النعمة تبين عليه، بتلاقي العالم عارف كيف ما بتنهز، ما بتزيع عنه، بضلوا عنده. ما بعرف قديش يسوع عن جد او كانوا مغمضين مش قاشعين، ما بعرف، بس انه مش هين الذهاب الى مكان اخر. ايه بس يترك كل شيء ويترك، يعني هيدا التجرد. هيدا التجرد. نحن عنا هالاختبار انا ابونا طوني بالرعاية كل فترة بيصير فيه مثل نوع من التشكيلات ننقل. أكيد. بتكون انت تعودت على رعيتك القديمة وعامل شغلك فيها وكذا، شوي بيجي النقلة على مطرح جديد، على ناس جديد، على بيئة جديدة، على وجوه جديدة. قديش اول شيء بتكون هيك مأثر، بس عن جد نعمة الرب قديه بتشتغل فيه للإنسان انه دغري هيك يتأقلم ويسكب يسوع على هالعالم. ايه بس العالم تبقى عندها، بدل عندها اشتياق على طول لها. هي الأبونا الأبونا. بس كمان اكيد مثل ما بيقول احد الاباء كمان، قال بيقول الله بس يشيل، إذا الله شيل الله عم بحط نعمة كمان تبقى أكبر وأكبر. بعدين يختار الإنسان المناسب في الزمان المناسب والمكان المناسب. حلوة. ما في. إذا بتحب نفوت بالأبرز دغري، لأنه هون رح يكون في عنا شو بيقولوا أبواب ومعاني و 100%. الأبرز اللي إجا عند يسوع يتوسل إليه بيقولوا لنا فجثى وقال له إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. أول شيء الأبرص، يعني حسب العالم بيعرفوا من هو الأبرص، بيعرفوا إنه البرص هو مرض جلدي كتير قاسي وكانوا يخافوا ينعدوا منه. من هون ما بيكفي إنه كمان المجتمع اليهودي كان يعتبر إنه كل مرض هو سبب الخطيئة، كمان في برص زيادة عن اللزوم. أوكي، فالبرص اللي هو بيعدينا ما بدنا، كانت بالنسبة ما بدنا إياك تكون معنا، من هيك تقيم أنت في أماكن مكفرة. كانوا يعلقوا له جرس برقبته حتى إذا بده ينزل على المدينة يدق الجرس يهربوا كرمال ما ينعدوا منه. فشوف هالأبرص يلي عنده هالقوة وهالثقة بيسوع اللي ما بيعرفه كتير، كان سمع عنه ليسوع، عنده جرأة. هيك قول شو هالجرأة انه اتى، عنده الجرأة اتى ودغري تواضع، توسل اليه، توسل اليه وجثى، فعل جثى. قديش فيه هالتواضع انه انا عم بركع لحتى اخذ طلبي، عم بتواضع، عم بتجرد لحتى اخذ طلبي، وعندي ملء الثقه انه طلبي رح يتحقق. يعني هالابرص يلي بطل خسران شيء، ما هو منبوذ وهو مريض وهو كأنه شبه مائت، يعني ميت يعيش لوحده ما حدا بيتعاطى معه. قال ما عندي خلاص إلا باللي عطاني الحياة، وكأنه عم بيقول اللي هو قادر يشفيني من برسي. إيه، لأنه إن شئت أنت قادر، هيدي قادر القدرة، مش مين مكان عنده القدرة للشفاء. مين عنده القدرة للشفاء؟ مثل ما عم تقول، عنده القدرة اللي هو الخلق،
هالإنسان عنده قدرة يشفى. أنا بدي قبل ما نفوت بالتواضع قبل ما نفوت بالأبرص في شغلة كتير مهمة. هلأ نحن بنشوف في كتير أوقات الإنسان بيقلب بمشاكل كتير كبيرة. هلأ الله بيسمح للطبيعة سمحت هون بدي أرجع توقف عند أنا وياك. بس بنشوف أنه الإنسان بيمرق بمرحلة كتير بشعة بحياته, بس من وراء هالمرحلة البشعة بتنتقل لا 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 بيقدر يتعرف على الله من خلالها. يا ترى هي يعني هي المرحلة البشعة اللي عرفته على الله برأيك, ولا الله سمح له يتعرف على كيف تصير؟ يعني مثل هالشاب بعدني عم برجع لأنه كتير تأثرت الجمعة كلها بحكي فيه لبشير 100%, أنه مثل الله سمح لبشير يمرق بهالمرحلة لحتى بشير بلا ما نعطي كتير كومبليمان, لأنه ما بحب أنا كتير كومبليمان. تعرف الكومبليمان وقت بيطير الشخص مثل هذا القديس لما أجا الملك قال له برافو شو هالقديس وهالكذا وعصت, قال له ابتعد عني يا شيطان. يجي روح القدس يقول له قصرت هون وقصرت هون وهداك. شو اجى الملاك بشكل, اجى الشيطان بشكل ملاك وقال له برافو بشكل ملاك, وكان يقولوا انه ملاكه ضل شوي يساعده يمكن بالقداس وهيك. قال له برافو شو هالوعظ, قال له ابتعد عني يا شيطان. كرمال هيك انا بس انه ضروري نحكي عن بشير انه مرق بمرحله صعبه صعبه وصل خلص يعني وصل هون وبعدها في الانهيار الموت يعني ما بقى فيه طبيا انه مات الزلمه. انا بدي احكي بس عن كلمتين وبترك الحديث لابونا طوني عن الموضوع لانه كمان انا بعتبره خي كبير وخبرته بهالموضوع كتير مهمه. انا بقول انه ما في الم وموت الا من بعدهم في قيامه, وما في غيوم صوت الا من بعدهم في شمس مشرقه. هيدا اللي بدي اقوله. حلو. وابو ناطوني بكفي. انا بترك له شوي الحديث هلا مش عم كثير عم بركه ابو ناطوني لانه في شق الصوم بدي فوت انا وياه, فراح يكون عنده وزن كبير مثل ما بقولوا. خبرنا برايك الانسان كيف ليه الله بيسمح يمرق للانسان بهالمرحله اللي هي اوقات بتبقى بتوصل للنور بس بشعة. هلا سؤالك بيحمل اذا بدك شقان في مرة يعني اذا شوي دقيقة القصة. اذا عم نقول الله بيسمح لهذا الشخص يقطع بهالمرحلة ليوصل للنور, طب الاشخاص اللي قطعوا بهالمرحلة ما وصلوا للنور صح شو سببهم؟ هو الله لا سمح لهم؟ اكيد لا. نحن عم نحكي عن مجتمع عن بيئة بتكون مرات حاضنة عند هذا الشخص انه يكون عم بينحرف بحياته او ما عم بينحرف بحياته. وبترجع كمان للتربية واحاطة الاهل حضورهم العيلة الصغيرة الام والبي والاخوة والعيلة الكبيرة. ما بعرف قصة بشير كتير بس انه بالمبدأ لا في اكثر اشخاص مزبوط اكيد العيلة مهمة والمدرسة مهمة, بس اوقات في اشخاص في غيرهم بغرهم وبيوقعهم. وبشير كان الأشخاص اللي انغروا وقعهم وقعوا. عم نعطي حرام على عم نحكي بشير صار مثل 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 قصة شو اسمه, بس أنه هي الخبرية هي القصة هيك أنه إجا حدا انغروا وقعوا يعني قلب. هلا ما راح اقول الله سمح مثل انت عم تقول, هي الفكره مزبوطه, بس انا قصدي انا بطرح السؤال بهالطريقه لانه فعلا اوقات الله بيسمح بمحلات يعني مش بقصه بشير مش بضروري بالمجتمع. الله بيسمح انا برايي بيسمح لانسان يمكن لازم يقطع من هون لانه تعلم يا انسان يمكن كف ما بعرف شو سميه, ويمكن لا يمكن انا انحرفت رجع الله سلقيني ما بعرف اذا بتوفقني. هن كلهم بيمشوا يعني كلهم نحن بالنتيجة محاطين بالله. الله حيطنا وحملنا ومثل ما ذكرت بأول اللقاء أنه الله هو دايما بلقيلنا على مفارق حياتنا اللي يكون ماشيين عليها كانت جيدة أو غير جيدة. ولكن بترجع لنفس الموضوع أنه في عندك التربية الإحاطة من العيلة المدرسة الصداقة سهر الأهل على مع مين ظهر ابنهم أو بنتهم مين رفقات كل هالموضوع يعني هو إذا بدك بيئة وحدة بدك تطلع عليها من كل النواحي مع قدرة الله والسماح إن كان بالمرض أو بالانحراف. من هون إذا بدي أرجع لقصة الأبرص, الشعب اليهودي كان يتطلع على المريض وخاصة بمرض البرص على أنه هذا الإنسان خطئ الله جزاه وصله للبرص نتيجة خطيته. هون إذا بدي أطلع أنا بنظرة مسيحية لهالموضوع, الله اللي خلقني اللي حبني وجبلني من محبته وبعت ابنه الوحيد ولد ومات وقام لخلاصي, هل ممكن يكون هو عم بيبعت المرض لإلي أو عم بيبعت المشاكل لإلي؟ أكيد لا.
هيدول بيجوا نتيجة اشياء انا بقوم فيها، يعني نتيجة وقوعي بالخطية، نتيجة غياب الله عن حياتي، نتيجة هالشمس يلي هي محبة ربنا اللي بدها تضوي على حياتي. بيجي عندك الظلمة، بعاد عن النعمة في الخطية. صح. طول ما انت قريب من يسوع رح توقع بالخطية، ولكن لانه عايش مع الرب يسوع طلعتك وقومتك من هالخطية مش هي ذات اذا انت كنت عايش حالة الغربة. من هون دوري انا بشوف بحسب اللي بفهمه، بحسب اختباري للرب يسوع المسيح، هالمحبة المجانية وهالخلاص المجاني والغفران المجاني ما بيعلمونا وما بوصلونا الا على انه نحن بحريتنا وبإرادتنا نتركهم ومنروح على طريق الظلمة وطريق الخطية بحريتنا وبملء إرادتنا. ونفس الشيء بحريتي وبملء إرادتي أنا برجع من جديد بختار أن يكون عايش مع الرب يسوع المسيح، عايش الفرح، عايش الإيمان، الرجاء والثقة. هيدي نتيجة اختباري للرب يسوع من خلال السماع الإنجيل، من خلال اللقاء مع الرب يسوع بالإفخارستية، عايشة لكلمة ربنا. أنا فيه شوف رب يسوع المسيح بكل شخص بلتقى فيه بحياتي إذا كنت عم بنظر لهذا الشخص بعين الرب يسوع. من هون أنت أدائك بحياتك واختبارك ليسوع المسيح وعيشك السليم لكلمة الله بتحدد مسارك بالحياة. طيب حلو كتير، بس الشغلة اللي هيك اللي كتير بتأثر هي ما بعرف إذا فينا نحن نكون، أنا بتمنى كشخص صراحة يعني كون الأبرص، بتمنى يكون الشخص اللي إذا بدك الخطية يمكن أو ما بعرف شو، إذا مزبوط الخطية بتوصل للبرص أو الخطية، بتمنى أعرف يسوع مثل الشخص الأبرص. يعني أوقات الخطية بتكون نعمة. كيف نعمة؟ الخطية بتفتح لي باب على ما بعرف كيف، يمكن نقالت عند مار بولوس حيث كثرت الخطيئة فاضت النعمة. هيدا اللي عم جرب الأبونا اللي أنا عم جرب هيك، لأنه أوقات نحن كأشخاص للأسف بحاجة لك، ما بعرف إذا سميها كف، أكيد الله ما بيعطي إلا الخير، مثل الله خلاص ما الله كتب له عمر أو شو الخبرية. الله أول شيء مثل ما أنت عم تقول مزبوط، الله ما بي الله بيستقبل، أنا هيك بشوف، أكيد ابن ضابط الكل، أكيد محكم بكل شيء، أكيد أوقات بيسمح بشيء ما بعرف كيف خلينه بيلعبها من فوق بطريقته هو، يعني أنا ما بعرف كيف بتصير القصص، بس أنه بتلاقي إنسان أنه ملتزم، إنسان كتير منيح، إنسان عم بضحي، إنسان بيطلع بموت بمو بطريقة. مثلا في بنت كانوا عم بخبروني عنها هذيك مرة أنه مغيرة عائلتها وعاملة ما بعرف شو وماتت بإنفجار عن طريق الصدفة، وهي يمكن عم تعمل حكيم هيك. أول لحظة بتقول شو هيدا، شو هالغضب، يعني أنه ولو يا رب ولو يا يسوع أنه هيدي اللي مكرسة حياتها لألك، هاي اللي مكرسة حياتها لتضل مع الفقرة ومع الختيارية ومع ما بعرف مين، موت هالموتة، ليش سمحت موت هالموتة؟ بترجع بتطلع بيسوع أنه طب هي أهم من يسوع، ما يسوع كمان هالعظمة كلها مات على الصليب. يعني بتحس ما بعرف إذا فيه يقول الله سمح، ما بعرف هون هيدي اللعبة، أنه ماتت فدا غيره، يمكن لو ما هي ماتت كان رح يموت شخص يمكن خلينا نقول ما أنه مستعد. هي جواب الإيمان. نعم. إذا بدنا ناخد جواب العقل منضل مع الإين ليش وكيف وما بعرف شو الأسئلة البشرية، أما إذا أخذنا جواب الإيمان دغري هيك بتسمع، بتحس حالك طلعت من حملت، بتحس حالك انحملت، حي الله نوع موت، بتحس دغري بيتقل على أهل الفقيد أو الفقيدة، كلنا ميت لنا عالم. صح. قديش بنحس حالنا تقل علينا الحمل، بس عن جد بس تاخد جواب الإيمان توقف على إجريك وبترفع راسك لأنه في حدا حني راسه كرمالك على الصليب، بتطلع فيه طلوع وبيضل راسك طلوع. حلو. أنا في حد الأشخاص كمان قال لي مرة، قال لي كلنا رح نموت، انه فايت انا بهمه بغمه كذا، قلت له شو بك هلا تقلي، قلت له عم خبره، قال لي حبيبي كلنا محمود، الذكي بيكون مستعد، هاي هي خبريه، الشاطر بيخلص نفسه. قال لي بدك تكون مستعد هلا بعد 100 سنه بعد 10 سنين بعد 20 سنه، قال لي مش مهمين، الحياه هيك الحياه تقطع، قال لي بدك تكون مستعد. من هون بيعطيك هالزخم، بيعطيك انه عن جد لازم نشتغل كل يوم كانه بكره بدنا نموت. هيدي هي
بدي بس هيك ارجع كافين طلعنا من جو الابرص كليا. خلينا احكي بهالايه اللي فيها معاني ما بتخلص عن الابرص. خبرني شوي شو بنقدر نسحب هيك. الايه ايه التوسل، ايه الركوع قدام يسوع، وايه انه كانه عم بيقول له ليسوع انت اللي خلقتني، انت اصطفل فيي. بدي اعلق انا على جثة. فعل جثة كتير كتير مهم. انا بقول انه اليوم نحن فينا نمارس الفعل حتى نشفى داخليا. انا بهمني الشفاء الداخلي من الخطية. احلى فعل منكون بس نركع بكرسي الاعتراف. حلو. بس نركع بكرسي الاعتراف قديش هالركعة بتخلينا نشفى مثل ما شفى الابرص. قديش انه سامحني يا ابتي لانني اخطأت، بنقول له وكانه عم يتكرر المشهد، كانه هون في كرسي اعتراف. حلو. كرسي اعتراف عم بيصير لحتى تاخذ هالنعمه من اول وجديد. وبيمد ايده يسوع وبيلمسه، بيمد ايده الكاهن وبيحلك من خطيتك وكانه عم يشفيك. موضوع شفاء بكل معنى الكلمه. اصلا مسيره الصوم هي مسيره شفاء. اذا بتشوف هون دوري، فتحنن يسوع، اكيد اللي خلقه، ما هو خلقه بحنان وبحب. معقول هالحب ينفقد تجاهه لهالشخص؟ ولا ممكن. ومد يده ولمسه، عمل هالجرأة. يعني اليوم البشر كانوا نابزينه لهالأبرص وبيخافوا منه انه يقربوا عليه ويلمسوه. يسوع قبل ما يشفيه مد ايده قال له خد انا بلمسك، انا بخلي جلدك يصير مثل الحرير لاني انا مش خايف، لاني انا خلقت لك جلدك وانا برجعه طاهر مثل التلج. فمد ايده فيها دلالتين، انه دلاله انه انا بدي المسك، يعني انا بتبناك من اول وجديد، انا بحبك، انا ما بخاف منك. وبذات الوقت مد يده كانه عم يخلقه من اول وجديد لانه هو كان انسان شبه ميت. وساعتها لمسه وقال له قد شئت فطهر، قد شئت فطهر، روح خاض الشفاء اللي كامل. والاحلى من هيك، وفي الحال زال عنه البرص فطهره. مش انه اخذ وقت انه ايه بعد شهر بتشفى، يعني ما انه موضوع مستشفيات هون، ما انه موضوع اطباء، مع احترامنا والله يبارككم كل الاطباء المستشفيات، ما انه موضوع طبيب عادي. هيدا الطبيب الكون، هيدا الطبيب الشافي، هيدا الطبيب اللي عطى النعم لكل القديسين اليوم اللي عم يشفوا، خاصه مارشيربل بلبناننا الحبيب. هيدا الشفاء اللي بيعطيك ايه خبط لزق هيك، اللي بيعطيك إياه إنه بلحظة لحظتها روح وقاف على إجريك، ما بقى في نصفة مرض بقلبك، خلاص راحوا كلهم. واللذة إنه يسوع عم يجي يقلك، إذا بنشوفهم برجع على طول في هالمثل تبع العاصفة، إن بهدلون إنه عم توعوني عشو عم توعوني؟ إنه أول شيء أنا بتتجي بتطلع باللي بتقول عم بوعون، إنه ولو أكيد عشو عم بوعون، ما يسوع معه، معقولي خافوت؟ لا، بس هي إذا بتطلع بالناحية تانية، هو غسلهم إذا بدك عشوائي للرسل إنه ولك انا وقفت العاصفه، ما انتم يا قليلي الايمان، انتم اذا عندكم ايمان، انتم اللي انا عم بعمله بقوتي الذاتيه قادرين انتم تعملوه. يعني انا هديت البحر وقفت العاصفه، انتم قادرين تهدوا البحر وتوقفوا العاصفه. وهون نفس الشيء يسوع عم بيقول لنا، وهي بترجعني لماري فرانسيس لما شاف الابرص طلع فيه، ضل ماري ما وقف، ما تعاطى معه، رجع وقف ماري فرانسيس هيك حسبي ورجع له، رجع وعبطه واعتذر منه، قال له بعتذر منك لانه شفتك، كانه زح منه انه يا هذا ابرص، عبطه للابرص ورجع طلع بيبرو بيطلع بيلاقي انه طلع يسوع. يعني هل القدره الالهيه اللي عم بيقول اللي عنده اياها يسوع عم يجي يقول لي انت يا انسان بايمانك بفي، بايمانك بيسوع قادر تعمل اللي يسوع قدر يعمله. قديش يسوع عطانا هالشجاعة انه عم بيتكرر المشهد عبر الزمن. اذا بتذكروا من فترة البابا فرانسيس اجى لعنده، وصلت الصورة على التلفزيونات وعلى الفيسبوك. صح. وعلى الواتساب، اجى لعنده هيدا الزلمة اللي كله عبط وباسه، قديها النعمة. يعني لو ما هالبابا مليان من يسوع ما كان بيقدر يتشبه بيسوع لحتى يعبطوا هيك. وعلى مثال شفيعه يلي حكيت عنه القديس فرانسيس الأسيزي، قديش حلو.
لكان شفي للحال، ما طول يسوع، ما قال له بعدين، ما قال له شوي شوي دغري، وكأنه عم بيقول له حان الوقت ترجع لقلب المجتمع، حان الوقت لترجع يقبلوك اخوتك مثل ما انت بقلب المجتمع، انت انسان جديد، انت انسان نظيف، انت انسان خلقت من جديد، تفضل على قلب المجتمع من اول وجديد. ولكن بيقول يسوع صرفه حالا، طهره وصرفه حالا، وقال له هيك بطريقه شوي فيها جديه وحزم، قال له شحطوا على شوي، انظر لا تخبر احدا بشيء، بل اذهب واري نفسك للكاهن وقدم عن طهرك ما امر به موسى شهاده لهم. شو قصده يقول يسوع هون؟ قصده يقول انه انت قبل ما تكشف عن الحدث العظيم اللي صار معك، هالشفاء، الخلق الجديد اللي صار معك، روح وفرجي حالك للكاهن وقدم عن طهرك ما امر به موسى. يعني يسوع ما عم بيطلع من الشريعة، بالعكس عم بيحافظ عليها، ما جئت لانقض بل لاكمل. صح، اوكي. ونحن ياما بيصير معنا احداث شفاء، احداث ظهورات، يمكن دغري هيك منلوق ومدري شو. افضل حال تنكون عم ننفذ كلمه يسوع هون، نرجع للكنيسه. صح، خلي الكنيسه هي تقرر، هي تكشف، هي تحكي عن كل ظهور، عن كل شفاء. قديش ابونا لويس بمارشاربيل بيحكي عن الشفاءات، ان شاء الله بطلع انا وبتطلع انت وبيطلع ابونا طوني بيحكي. نحن منا مفوضين اليوم بدار عنايه نحكي عن الشفاءات اللي عم بيعملها مارشاربيل، اما لابونا فوق هو المفوض، لانه عم بيحقق بهالشفاءات اللي عم بتصير، وعم بيرجع القصه للكنيسه انه هي بتقرر الشفاء، اذا كان شفاء او مش شفاء، اذا كان ظهور او مش ظهور. هي انا بدي هيك كمان في شغلتين بدي ادوي عليهم قبل ما نطلع لبريك قصير لترتيله، بدنا ننتقل عند ابونا توني كمان في موضوع بالابرس بدي احكي انا وياه عنه كمان. هون انا بشوف كمان ابونا قديش يسوع عم بيعلمنا التواضع. طهر وقال له روح ممنوع تخبر حدا، ايدك شمال ممنوع تعرف شو عامل ايدك اليمين. ايدك اليمين صح. هون عم بيعلمنا يسوع انه لك تواضع يا انسان. نحن بنعطي يمكن او بنساعد حدا، بتبقى ثلاث ارباع البلد عارف ميكروفونات وتعالوا شوفوا زفتنا الطرقات، وتعالوا شوفوا يعني هيدي اللي عم نطلب المجد، لانه عم نرجع نطلب المجد الارضي. بدك المجد الارضي رح تاخذ المجد الارضي اللي هو هالقد. بدك المجد الله، بدك ما حدا يعرف شو عم بيصير. بس في شغله بدي ارجع نتف صغيري لورا عند الابرص. قال له ان شئت فانت قادر ان تطهرني. هذا رح نتابع السؤال بعد الترتيله. ان شئت ليه ما قال له برايك شفيني؟ ليه انا بروح على الكنيسه يا رب اعطيني، يا رب شفيني، يا رب ما بعرف شو ساعدني. هون قال له للابرص للرب، قال له إذا أنت أردت أن تطهرني فأنت قادر أن تطهرني. هذا السؤال لك أبونا طوني، بس أكيد بعد نتوقف لهيك استراحة صغيرة وترتيلة صغيرة وبنرجع. فتبقى
صرت جسرا نحو فردوس العلاء. آدم هد لنا البيت الأصيل، ضيع المفتاح لم يترك دليل. صرت أنت في المسايا أرتدي رسم الصليب، أحتمي فيه من الشر المريب. يهزم الشرير في الليل الرهيب، أنشد الصبح لفادي الثناء. نشكر الثالوث الله القدير، كلما هو فصباح أو مساء. يا صليبا نور يا عرش الفداء، يا دليلا نحو أخضر السماء، كن طريقا نمشي صوب النعيم، صوب دار الآب في ملء الرجاء. إذا منتابع معكم لحتى نكمل القسم الثاني، خليني أقول أو القسم الأخير من شفاء الأبرص، أكيد رح ننتقل لك أبونا طوني، ما خلينا لك ولا دقيقة تحكي فيها يعني. مرسي. فبدك تخبرني شوي عن الأبرص، هيك فضائل الأبرص. أنا بدي أرجع لسؤالك قبل البريك، كنا عم نحكي عن الأبرص وقت اللي سأل يسوع قال له إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. هل إن شئت بتفرجينا على سئة الأبرص بإرادة يسوع، وبتردنا لصلاة الأبانا عندما بنقول نحن ليتكن مشيئتك. قديش هذا الأبرص عنده ثقة بالرب يسوع، عنده تسليم، وأكيد عنده فعل تواضع عم بعيشه ليطلب
لأنه فعل الطلب بده تواضع. أنا بدي أطلب حاجة معينة عندي إياها، الحاجة هي نقص من شخص قدامي قادر يعطيني إياها. إذا ما عندي تواضع وما عندي ثقة بالشخص اللي قبالي، طلبي رح يكون ناقص. هالأبرص كان عم بعيش فعل تواضع وثقة بالرب يسوع المسيح أنه رح يشفيه، وعندما قال له إن شئت هيدي مشيئة الله لإله، قادر يقبل برسه إذا ضل أبرص، وقادر يقبل شفائه إذا رب يسوع شفاه. بتعلمني لإلي أنا الإنسان المؤمن، إذا كان عندي مرض معين، هل رب يسوع أو الله اللي خلقني إذا ما شفاني من مرضي يعني ما بحبني؟ أكيد لا، هيدي مشيئة الله. أنا كيف بقبلها كإنسان مؤمن؟ كيف بقبل هالعطية؟ إن كانت مرض، مرض جسدي أو يمكن مرض روحي، قبولي لمرضي هيدا دلالة على أنا قديش عندي تسليم لإرادة الله، وعندي فعل تواضع أني أعيش كل شيء رب يسوع ممكن يعطيني إياه بحياتي. يعني عنا بده يكون عنا هالتسليم الكلي لإرادة ومشيئة الله. إذا مثل ما تقول أحد القديسات وعطول بولا أنه قالت له إذا أنت أردت أن أكون أنا بجهنم، أكيد معنى مجازي حتى ما حدا يفهم غلط، إذا أردت، إذا أنت مشيئتك كانت أنه أنا أكون تحت، أنا قبلين أكون تحت، بس أنا بعرف محبتك يا الله. وين هوني أنا من هوني بعرف محبتك يا الله، بدي تركز على الفضيلة اللي هي مش منتبهين لها عند الأبرص، هي فضيلة الزكاة. أديه هو زكي، راح لعند يسوع كب حاله في طريق صغيرة كان يمشي عليها، ما بيقدر، قال له يا بدك تطلع علي تفشخ فوقي، يا بدك تشفيني، شوف شو بدك تعمل. قال له إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. راح بكل ثقة، راح بكل تسليم، راح بكل إيمان. قديه بيعرف يسوع بهالقلة الصغيرة اللي هو سامع عنه. أنا كإنسان قديه بعرف يسوع بهالكم الكبير اللي هو الإنجيل بين إيدي، يسوع بين إيدي، بعرف يا ترى يسوع مثل ما الأبرص بيعرفه؟ هيدي علامة الاستفهام الكتير كبير اللي نحنا منحطها. عم نروح عند يسوع بس يكون عندي مشكلة، عم سلمه حالي بثقة، ولا عم روح بطلب منه على بشارته كأنه شي فقسة أسانسور بدي الطابق الخامس بحطها طالع على الطابق الخامس. هون هون الصلاة للرب اللي كان عم يحكي عنها أبونا بطرس، هي صلاة أصيلة، علاقة المحبة. أنا يا رب بعرف أنت بتعرف أنا شو بدي بلا ما أسأل، أنت بتعرف. مجرد يعني منشوف العذراء بس هيك بدي جرب نعطي نتفة صغيرة كيف نحن بنقدر شو بقولوا ننمى بروحانياتنا. بنشوف العذراء، العذراء تسمع تشتغل، مش ضروري واحد يطلب منها. يعني سمعها الملاك، هلا سمعها الملاك كمان، الملاك ذكي لانه بده مش بده لتحقق الايه. سمعها الملاك، خالتك اليصابات حبلي، نسبتك اليصابات حبلي، ما قال لها روحي خدمي. مجرد ما سمعت ركضت. انا عم بسمع حدا انا سمعت شي مره بدك مشكله، رحت لعندك بلا ما انت تدق لي؟ هيدا السؤال. سمعت من حدا غريب، ما هذا الزلمه عنده مشكله، رحت لعند ابونا طوني، يا اخي شو بدك؟ تعال وقف حدك، تعال ساعدك، تعال اخدمك. مبادره، ايه هيدي المبادره الشخصيه، هيدي بتعبر عن عمل المحبه، عن فعل المحبه. شافت بعرس كانا الجليل، صارت سمع وصارت نظر، شافت، ما خبرت، ما راحت، يعني ما حدا اجى قال لها او حدا رجع طلب منها، شافت ركضت للخدمه. لوين راحت؟ راحت لعند ابنها. وشو راحت عملت؟ كمان سمعته، ما اجت قالت له ليسوع انه قالت له ليس لديهم خمر، نقطة. ما اجت قالت له تعال شوف شو بدك تعمل وروح لنشتري واعطيني مصاري ولا شيء، قالت له ليس لديهم خمر، نقطة على السطر. بس منشوف نحن كيف يعني هون العذراء كيف عم تطلب من يسوع، انا كيف عم اطلب من يسوع، الأبرص كيف طلب من يسوع، انا كيف عم اطلب من يسوع. عم روح لك انا عم شارته، بدي هلا بنهار التاريخ الفلاني ساعة، يا كأنه لك نحن ما بنعرف قديه محبتنا. الفكرة الأساسية قديه محبة الله لنا ما بنعرفها، ما بنعرف أنه نحن بلا ما نطلب، بلا ما نقول يا عذراء، العذراء بتكون حيطتنا. كرمال هيك لازم بهالصلاة وهالعلاقة مع الله اللي كان عم يحكي هالانتيميتي معنا بينه وبين الله، لازم تكون حب، نقطة هالسطر، لك كل شيء رح نطلبه كله رح يتلبى بلا ما نطلب. هيدا رأيي، ما بعرف إذا على كل أنا قادر أعطيك صورة. نعم. إذا عندك ولد
ابنك أو بنتك بس يكونوا صغار، إذا طلعوا على محل عالي بتشوفوا ركض، إذا أنت موجود كنت أوطى منه بيركض وبزد حاله عليك. هل زدت أنت بتعتبرها يمكن تهور أو عدم مسؤولية، ولكن الولد عندما بزد حاله بيكون عنده ملء الثقة فيك أنك أنت رح تستلقيه، لأنك بتحبه ولأنه هو بيوثق فيك، وأنت رح تجي وتحمله وما تخليه يوقع على الأرض. الرب يسوع الله اللي خلقنا نفس الشيء، هو واقف زدتك انت بين ايديه، بده يكون عندك فيها ملء الثقه انه هو رح يحملك، واكيد هو رح يحملك. ليه؟ لانه هو اللي جبلك وهو اللي حبك وهو اللي خلقك، ما بيتركك ولا اي لحظه بحياتك هو تاركك، هو على طول حاملك. بده يكون عندك بس انت الثقه والتسليم ل... 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 للرب يسوع المسيح. يعني بطريقه اخرى انه بدك تكون مثل هالبيبي الصغير بينطر بيبكي لأمه يتطعميه، يعني هل قد عنده ثقة بي 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 فبينطبق علينا من كان صغيرا فليأتي إلي. هيدا القديسين بينسبوها للعذراء، بدك تعيش طفولة. من كان صغيرا فليأتي إلي. لقلك ليه؟ لأنه الإنسان إذا ما رجع صغير، شو صغير؟ صغير مش بالحجم، صغير بالقلب. القلب انه صغير قلبه بيبقى طاهر، بيبقى بريء، بيبقى عنده. اذا انا ما عندي قلب بريء هيك مجرد من هال خلينا نقول الاساوي، ما بقدر افهم الله، ما بقدر عين الله، ما بقدر اشوف الله. من هون دوري الصلاة. أكيد في عدة أنواع من الصلاة، في صلاة التضرع الطلب، ولكن أنا صلاتي الأولى لازم تكون صلاة شكر، لأنه نعم الله كتير لإلي أنا كإنسان، مش لطوني حلو، لكل إنسان نعم الله كتير، بس علي أنا أقدر ميزها وشوفها. وصلاتي لازم تكون صلاة شكر عن كل شيء رب عم بيعطيني إياه. خليني أحكي عن صلاة الطلب. يا ريت نحن صلاتنا اكيد نحن بحقنا نطلب من الرب، بحقنا نطلب البتة اياه، ما هو هو قالنا اقرأ اطلب وتجد. بس هالقرعة اللي نحن عم لما نطلبها من الله يا ريت بيكون عندنا بنعرف الجواب وعلى طول بنقولها نحن، انه الله على طول عنده هالثلاث اجوبه، انه يا تفضل اللي بدك اياه، يا ناطرك مش هلا بعدين، او ناطرك شيء احسن، او لا ناطرك شيء احسن. الطلب بالله هو مثل ما عمل الابرص، هو بكل ثقه. يا ريت نحن طلبنا من الابرص بيكون بهالثقه. لازم ننتقل بعتقد ما بعرف ابونا بطرس اذا عندك شيء بتحب تزيده قبل ما ننتقل للصوم، لانه بلش يضيق الوقت. لا انا بس بدي اقول انه بتبلش الكنيسه بانجيل الابرص حتى تقلنا انه يسوع عم ببلش يشفينا من برا، يشفينا من برا. وبدي اختم عن هالنص وقول انه كتير منا عايشين انواع برص اليوم بحياتهم، اللي بيسب وما بيتطلع وما بيخجل من نفسه هيدا ابرص، اللي بيزني علنا هيدا ابرص، يلي بيسرق علنا بتعرف اليوم بالدوائر وكذا هيدا ابرص. حتى في ناس معروفين انه هن برص ومفتخرين ببرصهم، بيلبسوا البدلات الحلوه وبيروحوا بالساحات وبالشوارع هيدا أبرص. فمنطلب بهالليلة هيك الرب يلمسهم من برا هاللمسة الخارجية تيخلقهم من جديد ناس بيشبهوا، ناس عم بيركزوا على الجوهر ما عم بيركزوا على المظاهر الخارجية، ناس مش فيين بكل معنى الكلمة. لكن خلينا متشكرك أبونا، خلينا ننتقل للصوم. خليني بلش معك أبونا كمان، تعريفك عن الصوم، ما هو شو هو الصوم؟ الصوم عم بحكي كاختبار شخصي. نعم. قبل ما يكون صوم البطن هو صوم القلب واللسان، وهو القرار الشخصي والمقصد يلي بياخده الإنسان بحياته لحتى يقول أنا بدي أتغير وأنا قادر أتغير. من هون الكنيسة بتخصص لنا 50 يوم لحتى نحس حالنا بهالقوة الروحية، بهالتونفور مثل ما بيقولوا، نقدر نغير بحالنا ونقدر نقوي إرادتنا. يلي بقوي إرادته بيقدر يتغير وبيقدر يتحسن بحياته. أبونا عنا رسالة، رسالة البابا، حضرتك بدك تقول لنا إياها ونعرف شو منافع الصوم. خلينا هي مش رسالة أقول. البابا هيدا مفهوم عطانا إياه البابا حول الصوم، مركز على 10 نقاط. أنا صراحة اخترتهم لأنه بلاي منص الإنجيل اللي سمعناه اليوم، لأنه هن بحد ذاتهم كل نقطة هي برس ممكن أنا أكون عم بعيشه، راح أحددهم بشكل سريع وبعدين إذا بدي أعلق بعلق عليهم بشكل. بيحكي عن صم، عن حكم وإدانة الآخرين. وبدل ما أنا أقعد دين وأحكي، بدي أتعلم اكتشف فيك يسوع، شوف يسوع اللي فيك وما شوف بقى عهيتك.
شوف أنا كيف بدي قادر أتعاطى معك وشوف اختبر يسوع الموجود فيك. بقول صوم عن قول الكلمات الجارحة والنابية وبلي شوف كيف بدي أحكي الكلمات الحلوة والمفيدة اللي فيها بنيان الآخر. صوم عن التذمر يلي بيملي حياتك وشوف أنا عرفان الجميل والشكر بحياتي. صوم عن الغضب وملي نفسي بالصبر. صوم عن التشاؤم وملي ذاتي بالرجاء المسيحي. صوم عن القلق المفرط يلي هو بملي حياتي بشكل يومي وبلش اتعلم شوف ثقة ربنا. صوم عن التشكي واعطي قدر وقيمة لعظائم الحياة. صوم عن الاستياء من الآخرين وملي قلبي بالتسامح. صوم عن الحقد وملي نفسي بطول الأنات. صوم عن الأحباط والتراخي وكون مليان من حماسة الإيمان. هيدول أنا بشوفهم برص ممكن يكونوا موجودين فيي. بصلي وبطلب من الرب يسوع بهالصوم يعلمني كيف أنا لازم اتعايش معهم إذا كانوا موجودين فيي وكيف ممكن أنا أطلع منهم تعايش معهم لأتصالح أنا مع ذاتي وشوف أنا ضعفي وشوف أنا وين ما عم بقدر أعيش. فعل التواضع تقدر أنا من خلال ثقتي بالرب يسوع بالغفران يلي بيعطيني إياه من خلال محبته أقدر أطلع منهم تأشفى من براسي. حلوين بعتقد هودي هالإنسان إذا على قليلة هالكم نقطة هالعشر نقط نقدر نعيشه بعتقد نحنا بنكون عم نعيش الإيمان. وأكيد بدي أرجع شدد كمان أنه كمان الصوم حتى لو صوم البطن بس برجع بقول مش بس نصوم عن البطن وما نصوم عن كل شيء واللذة أنه منصوم عن البطن تيجي الساعة 12 ونأكل الطاولة ونأكل العشوائي العالم اللي قاعدين حول الطاولة بنكون هالقد لازم نضلنا نحس شوي بالمحلة بالجوع نتف صغير لحتى نضلنا نقدر نحس بغيرنا. ومثل ما بقول أحد الكهنة أنه بطن يوجع لبطن لتم لبطن يشبع بهالزمن لأنه هيدا زمن هيدا زمن الصوم مش أنه أنا مجرد صوم 12 وبعد نعيش حياتي الطبيعية. كلمة أخيرة أبونا بطرس هيك بتحب توجهها لل أنا بدي باركك بهالحلقة وبطلب شفاعة مريم تضل معك وعائلتك وبتمنى صوم مبارك للجميع. تحياتنا للي بيحبونا أكيد ما بعرف كمان بتحب هيك نختمها بترتيلة مقطع صغير من أياتها البتول مريم بما أنه كلي لك كلي لك أكيد. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. شكركم أمين. شكرك أبونا أبونا طوني مرسي لوجودكم. يعني هيك أكيد برجع بقول الهدف نقرب فشخة ليسوع إن شاء الله نكون قدرنا لهيك تركنا بصمي وتركنا هيك نقدر كلنا سوا نتقدم فشخة تجاه يسوع. أنا بتمنى للكل صوم مبارك. أكيد بتمنى كمان اللي بدي بلشوا لأخوتنا الروم كمان بدي بلشوا نهار البكرة عندهم أحد المرفع والتاني صوم مبارك ونعيش الصوم عن جد بكل محبة بكل نعمة ونطلب النعمة اللي بدنا إياها لأنه أنا هيك يمكن الصوم بزمن الصوم السماء بتبقى مفتوحة لأنه وعنا فرصة كتير كبيرة صدقوني لحتى نقوم من هالثبات اللي نحن عايشين فيه. هيك أنا بدي أودعكم أكيد بدي لكم في قعدة نهار الخميس إلى برنامج كل لكي. كمان بلاقيكم إذا بدي نعمة الله سبت الجاي تمام الساعة 7 من هلأ لوقتها مثل العادة من إلى لمريم كلنا لكي كلنا لكي لتشيل هالكسرة هي وتحطها الفتحة وتصير كلنا لك والله معك أمين.